السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في قناة بيتي مملكة حياتي. لو اول مرة تشوفي القناة وعجبك المحتوى ياريت تعملي اشتراك ولايك. النهاردة هنعمل البليلة او القمح، هنسويها وكمان هنعملها باللبن. انا هنا معايا البليلة بتاعتي، هحطها في طبق وهغطيها بالمية وهسيبها تتنقع كده حوالي يوم كامل. انا نقعت القمح بتاعي او البليلة يوم كامل اهي، وشايفين طبعا الحباية نفشت وكبرت ازاي. وطريت طبعا معايا، هحط على الحلة على البوتاجاز هغلي فيها مية، وبعد كده هنزل فيها بالقمح ده، وهنزل معاها بثلاث معالق كبار رز. انا هنا جبت القمح غسلته تاني كويس جدا وصفيته، وحطيت معاه ثلاث معالق الرز وغسلتهم كلهم مرة كمان وصفيتهم طبعا وسيبها يتصفوا اهو كويس. بعد كده هنزل بيه في الحلة زي ما قلت لكم. انا هنا حطيته بقى هو في الحلة، طبعا القمح بتاعي ومعاهم ثلاث معالق رز حطيتهم في الحلة اهو، وعليهم مية سخنة مغلية. اول ما المية تغلي هوطي عليها النار واحطها على اصغر عين واغطيها طبعا، واسيبها تستوي على الهادي خالص خالص، وبعدين ارجع كل فترة ابص عليها اشوف المية نقصت ولا المية كويسة، وبعدين ارجع لكم تاني. هي بقالها كده ساعة على البوتاجاز شربت المية بتاعتها كلها، فاضل بس حاجة بسيطة خالص واستوت كمان، يعتبر استوت خلاص. لو دقتي كده حبة واحدة هتلاقيها مستوية، فاحنا ممكن دلوقتي خلاص ندفي عليها ونسيبها. هتبصي تلاقيها شربت كل المية بتاعتها دي وبقت كده خلاص مستوية وممكن جاهزة تستخدميها. زي ما قلت لكم كده انا طفيت عليها وكان فيها شويه ميه صغيرين خالص، فانا سبتها شربت كل الميه اللي فيها وبقت كده، بقت مستويه وبقت جميله جدا. دي طبعا كميه كبيره، يا دي كانت ربع لا كانت ربع كيلو، فطبعا احنا مش هنعمل ربع كيلو كله، ممكن ناخد الجزء اللي احنا هنعمله هنستخدمه طبعا باللبن وكده، وهعمله معاكم دلوقتي ان شاء الله، والباقي هنفرزه وهنشيله في الفريزر لما نعوزه هنطلعه من فوق هيفك، وهنعمله برضو بنفس الطريقه هوريكم هنشيله ازاي. دلوقتي انا هعمل البليله بتاعتي باللبن. هجيب حله هحط فيها كوبايتين لبن، كوبايتين كبار لبن او حوالي يعني نص كيلو لبن، وهحط السكر بتاعي. طبعا السكر ده حسب الرغبة، طبعا عايزاه مسكرة قوي او عايزاها يعني مظبوطة. وهحط رشة فانيليا، وهقلب، عايزة اللبن يغلي والسكر يدوب فيه. بعد ما اللبن غلي انا اخدت كمية من البليلة، هي حوالي يعني نص الكمية اللي انا عملتها. حطي طبعا اللي يريحك، عايزة كمية بليلة كبيرة كتيرة او عايزة حبة صغيرين، انا بحب البليلة تبقى كتير في اللبن، فحطيت هنا نص كمية البليلة اللي انا عملتها حطيتها على نص كيلو اللبن، وهسيبها تغلي كده اللبن يغلي. طبعا كل ده احنا واقفين قدامه، تغلي حلو طبعا واقلبها والسكر يدوب. هنا هجيب طبق هحط فيه معلقتين صغيرين نشا، وهدوبهم في نص كوباية مية، وبعد كده هصبهم على البليلة بتاعتي. طبعا لازم البليلة تكون غليت اصلا الاول، يعني الخطوة دي هنضيفها اخر خطوة خالص، وهقلب كده بحيث البليلة تتقل معايا شوية. لو بتحبيها تشربيها في كوبايه كده زي اللبن كانك بتاكليها، طبعا هنستغنى عن الخطوه الاخرانيه دي، انما انا بعملها مهلبيه
فلازم عايزاها تتقل معايا شوية، فبحط لها خطوة النشا دي، وبعد كده هصبها في اطباق وهقدمها. تحبي تزينيها بقى بجوز الهند او مكسرات او زبيب، طبعا حاجة ترجع يعني اللي انت عايزاه. انا هنا قدمتها كده بالشكل ده. زي ما قلت لكم كده انا سويت نص كمية البليلة، طبعا وبقى معايا نص تاني مش محتاجاه دلوقتي، فبدل ما اشيله في التلاجة ويقعد معايا فترة طويلة فانا هحفظه في الفريزر. جبت كيس بلاستيك كده وحطيت في البليلة وسويتها كده بايدي، فردتها جوه كيس بحيث خد الكيس كله. وبعدين هجيب سكينة بظهر السكينة مش بالحتة اللي بتقطع، بظهرها هقسمها كده مكعبات، يعني هعمل حز بسيط بالطريقة دي. انا قسمتها كده مكعبات وبعد كده هشيلها في الفريزر، بحيث لو حبيت اخد مكعب واحد او مكعبين واعمل طبقين ثلاثة بليلة بنفس الطريقة اللي وريتها لكم، واطلع واكسر كده بايدي واخد بدل ما افك الكيس كله من التفريز. زي ما قلت لكم بظهر السكينة مش بالحتة اللي بنقطع بيها عشان الكيس بتاعي ما يتقطعش، وهشيلها في الفريزر تقعد معايا بقى فترة طويلة. يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل اللي انا بعمله. والسلام عليكم.